ملاعب بعدي موجود وراك. انا هو انا ما انا ما اشوفوش عبادي انا قاعد. ماذا؟ شهادة. مش الشهادة ماذا؟ ماذا بصير والك؟ عرق. عرق؟ ايوه. والله نوم النفسة يا بابا، والله نوم النفسة والله. العرق هون هون يبي يمشتح. والله نوم النفسة يا بابا. من نفسه ما حد علمه. لفوا لفوا. لفوا شمت الله شمتك اوف. اوف على شنص. ايوه ماذا؟ هذه الشهادة. الشهادة ليش قطعت؟ ليش قطعتك؟ ليش قطعتك؟ تعالي. ايش هذا؟ هذا المجموع يا ابا. هذا المجموع؟ ايوه. والسندوت شنو؟ داخل كوفيا. داخل تعالي هنا. ايوه. ايه المجموع؟ هذا المجموع يا ابا. هلو. ما هو ذا؟ مجموع. هذا مجموع؟ ايوه. هذا اللي محامض. هذا اللي محامض، هذا مش مجموع. ملا يرقى كيف انه نجح؟ انا شعوائل. شعوائل. شعوائل، انا ادي مساطر، ادي دفاتر، ادي رسوم، ادي مصروف، ادي اكل شرب. انا شعوائل. اهم حاجه نجحت يا ابا. جنب اخوك بالورشه من هنا ما فيش دراسه. يا ابا ايش تدرس؟ عادك تتفاصح، عادك تدرس، والله اقوم اقلد الخيبه. شوف، منعت عثمان من انه يكمل دراسته ويروح الورشه يساعدك؟ وافقنا وقلنا تمام. وخليت البنت تجلس بالمطبخ، ما خليتهاش تتعلم، قلنا تمام. لكن مع عبادي لا والف لا. لا والف لا. ايوه هند بنت عتبه. هند بنت عتبه قاعده تقول لا والف لا. يا بابا. ايوه قمعانا نسوان يقولون لا والف لا. كيف يا عم؟ ها؟ بنتك قاعده تقول لا والف لا يا عم. ها؟ بنتك بنتك قاعده تعرف تقول لا. ولي دخل. وانت ولا لك دخل. عجبيك وعلى عينك تعالي قولي لي لا. ما هو انت ما تساوي يا بابا؟ وانا معي شهاده. معك ما هو شهاده؟ شهاده ميلاد وشهاده وبش نديلك ان شاء الله بنتي. تمام يا بابا. قد انا استر اقول الف باء. شليك القني وتخبى. من علمك؟ من علمك الف باء؟ هاي تقدري تقولي ما هو الف باء؟ الف ارنب باء بطه. ألف أرنب، والله ما أرنب إلا أمك. ها لقينا تندقكم للشارع. صلي على النبي. على ألف أرنب، عليها أفضل الصلاة والتسليم. اسمعي يا بنتي، ما حد زل عليك يقول لك ألف أرنب، أنا أقول لك كيف تدرسي. طيب بعدي. ألف. ألف. خبزي. خبزي. باء. باء. بكير اعملي صبوح. بكير اعملي صبوح. تاء. تاء. تعرفي تصبني. تعرفي تصبني. تاء. تاء. ثيابك برضه صبني. يا بابا برضه تصبني. جيم. جيم. جدك ولا له دخل. جدي ولا له دخل. حاء. حاء. حق. ما لا رجال معلموش البنت كذا الف باء. خاء. خاء. خيرة الله على امك. خيرة الله على امك. لا حول ولا قوة الا بالله يا رجال، علم البنت سواء. طاء. طاء. طالق امك لعب فضلة. طالق امك لعب فضلة. تمام. تعلمي هذه التعلمة من ابيك. المرأة ما الا بيته وبيت ابيه وبيت زوجها بعده. انت عادك صغير على خبر هذا. عادك جالس هنا. عادك ما صار سوي سنه. قلت لك شل اخوك صاحب الورشه. يا با اتغدى وامشي. ما لا يا رجال، خلوه يجي يتغدى وبعدين يرجع يروح الورشه. شتغدونا؟ انا شتغدوا؟ صاحب الورشه. يا با لا غدا ولا صبح لمده ثلاث ايام، حق ما انت خرجت الورشه بدون اذن. يلا. يا بس شاموت. موت موتت حارس والكلب جالس. بعد اين عبادي؟ ما بحده. انت قلت انا هو الورشه. انسى عبادي. سرح هنا؟ بدعمينو. ما راح يصنع السفينة؟ انسرح. بدعمينو. قريب عيلو، قريب عيلو. ولا يدخ. تفضل. تعال 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 تعال. يا سوون أنا داير لسرح سرقة تلعب أنت. أنا سرح هنا ولا شيء، اسمع كلمة داخل بي. بعدين أنت قد يا عم تلفزيون هذا كهرباء علينا يحسبوا علينا كهرباء. افتح التلفزيون. افتح التلفزيون عشان تبسخنا القهال. ولا شي اسمع نخس. انا شارح اجيب عبادي الان واجي قاعد في السوق انت وعيالي. لا حول ولا قوه الا بالله. بادي يا بابا اروح مع بابا. اني ولا لي دخل. والقهال كيف ما زادوش؟ لا لا الحمد لله. تاكد تاكد يكون واحد شيء نصد بينهم. ايش قصدك؟ ولا قصدي شيء، تتاكد بس. ايش تقصد يا اخي؟ اقصد الله على بطرين على قهالي هم يقولوا يهربوا عندك السراسره. ها قصدك عبادي؟ عبادي ها
هلو هلو داخل هلو هلو يلعبوا عيال عيال عمه عيد 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 ها عيده لا مو مش منه اشتي منه مصروف يا اروح ادرس اشوش اخلص جلده صلي على النبي اشو انا قدامي شربوه ها عيد عيد اخي الله يحفظك انا مو معمل ملاش اشتاقله مش طيب ملك ليش يا اخي نشربك حاجه شي تشرب شي اشرب دمه عشان اشرب كيفك يا حمود دونا كاتبه ايوه سبحان اللي خلق أين كاتبة زمان وين كاتبة الحين؟ أنا كاتبة بالمحكمة هذه اليوم اللي هي أنت كاتبة كاتبة اسمها حمود شرب شرب الشاي شرب دحين شرب الشاي وارتاح تتغدى عندنا شرب الشاي الله يحفظك كاتبة سبحان الله سبحان الله من حق القصبة ولا من حق بارد بارد أنا داري كما أنا واثق بكم أنا هنا لا ولا تقلق لا ولا تقلق بيض الله بيداتكم الله المستعان يا أخي أنت عندك النور والبركة وإحنا ما نضوي إلا بعدك بيلو قشاويش لا هو نقشة نقشة هذا ما منقاش لا مكلمة القلص حتى الماء يجي منقاش سبحان الله اشرب أسألك بالله من هنا أقول لك والله من دبة نظيف من الدبة النظيف يلا حملك الله اشرب تفضل يا أخي ابني يجي يلعب عندك ومرتك تلعب بالسكر كيف ابني يلعب عندك ومرتك تلعب بالسكر احد يعمل لك استريح الحين استريح يا اخي ولا نشوفك ولا كان احنا اخوه يلا ما وصلت غدا جاهز ايوه غدا جاهز شو غدا ان شاء الله غدا جاهز وغدا في اليوم ضيفي ان شاء الله ضيفكم اليوم ها الله المستعان اسمك وصلت انا وعبادي ضيوفكم اليوم ان شاء الله اليوم شو قعنا مذبحه ليش يا عبادي لا قام مو عندكم هنا أقول تقول يسرح الورشة جاهل تقول تقول له يسرح الورشة يمشي من غير إذن يسرح يجي تسرسر ما تعمل له غير تربي أبوه ها أقول يلعب جاهل يلعب عند أمه يلعب يلعب عند أمه ما يجيش يلعب هنا يلعب مع عيال عمه ها ما من يلعب كيف يلعب مع عيال عمه يروح الورشة يشتغل يا أخي عادوا جاهل على الشغل بعدين من حقه إنه يلعب من حق أمك تدي الخبر هذا حق أمه يلعب الله يسلمك علم القهل عقل اللعب هذا هو الغزو اللعبي الغزو اللعبي الذي يغزو اولادنا تعرف الغزو الفكري ولا ما تعرفوش هذا غزو فكري الغزو الفكري الشباب والغزو اللعبي الاطفال ابقى كاتبك بحالك تمام دحين نشرب الشاي انا اروح اسوي لكم الغداء تبين لنا تبين لنا اي حاجه ان شاء الله ايش من غزو لعبي مو تبين لنا عصير ولا مرحبا يا اخي الله يحفظك مو من غزو لعبي مو جاهل بعدين ما غدت ما استعدانش سامح هذه المره يمكن نسي ولا حاجه زد على الشيطان سامحنا يا رب ما بش عندي سامحه ما بقول لنسي ذكره بالعصا نسي نسي اكل نسي اشرب نسي يقول لي هات المصروف ها يا اخي الله يحفظك الاسلوب هذا مش صح يعني تذكر انت زمان لما كنت حاصل لك قلع من ابي كنت ساعات شي تهرب ساعه عشان تحر وتجي تتبكبك لا عندي ذاكر ولا لا مقهالك انا مقهاله كنا قهله قهالك انا ما فهمت الحمد لله احنا كبرنا وتربينا ما بقي بنا على قولتك كرمي قهاله ها ماذا الحين في من يتبني الافكار هذه في من يرحب بافكار الشباب والاطفال حقنا انه يهرب في من يتبناها انا لقابه معاهم افكارهم شويه حمير ما لقى معاهم افكار قاهم رجال شويه حمير وبغال وهذا الغلط انك تحقرهم وتشتمهم وحمير ومش عارف ايش طلعهم بنفسيات معقده وشخصيات سلبيه ملكا ما نعمل لهم قل لي ما هو الحل كاكا عم قل لي ها من اللي كسر المراية؟ أنا اللي كسرت المراية يا بابا ناوله ناوله قال الصدق من نفسه ناوله أنا قال الصدق قال الصدق المفروض لما ناولوش على قولتك ما تناولوش لا قال الصدق سامحه ودي له جائزة ودي له جائزة حق ما كسر المراية جائزة إن أنا ما بعاقبوش المرة هذه مرة ثانية تنتبه ما تلعبش داخل بالكرة ايمن الزقاق تعور نفسك تعور امك تعور ابن عمك ونعيم والتربية يلا تكون داخل ونعيم والتربية والله حلا هذه تربية حلا كشطوا عيالك رجال ها ابنك يغلط تقول له ما تعاقبوش يا اخي الله يحفظك انا اذا عاقبته المرة هذه المرة الثانية ما بيصدقش معي كيف ما بيصدقش معاك كيف ما اصدق معاك الاب شاله عين حمراء شبع ابنك وحسن ادبه ايوه حسن ادبه مش حسن ضربه ما دام انا قد انا اربيه صح ليش عاد انا بضربه صدق معي يا سامحه مره ثانيه ما يكذبش عليا حبيبي انا اتحدي واحد من عيالي يكذب عليا مربيهم ها على المرقله شو شو مش يطلعوا رجال عيالي ولا عيالك والله يعني ما يطلعوا عيال الا رجال صح اليوم هذا تتوقعوا لكن بكره عيالك يطلعوا يعني ايش تقول لي انه فصيله الرخويات
ستقول انه عيالك على فصيله الرخويات بدت عيالك. ستقول انه القسوه حقاك والخباط وهذا هو اللي يخليهم معك دغري دغري كذا. انا اتحدى واحد من عيالي يمشي كذا كذا ممكن، لكن كذا لا. يعني بالعنف هذا حقاك والضرب عارف كل حاجه عن عيالك؟ ايوه عارف كل حاجه. تحدي واحد منهم مخبي علي حاجه والله اعرف كل كبير وصغيره. يمشوا معي زي الالف كذا قاهل لمن يهابك قاع رجال. اه والله صح. يعني على كذا على كذا يا اخي انت عارف انه ابنك عثمان يدخن؟ الماكينه مبويش ولا كيف؟ ابنك عثمان يدخن؟ كيف يدخن ما افتهمني؟ يشرب سيجاره. عثمان ابني يشرب سيجاره؟ ايوه يا ولد. الله اعلم ان زد عليك كذب عليك الخبر. لا حازد علي ولا حكذب علي. شفته بعيوني اذا ثنتين يشكون هنا الدود واستحي مني ورقم بالسيجاره. عثمان ابني يشرب سيجاره؟ ايوه عثمان يشرب سيجاره. صلي على النبي. عثمان يشرب سيجاره. انا لحظه يشرب سيجاره. طيب انا صلي على النبي. عثمان يشرب سيجاره. طيب يشرب سيجاره ما خرجش من المله. كاميرون ولا عثمان؟ والله مدريني يقول لك شافني واستحور جنبه. يشرب سيجاره. انا عثمان يشرب سيجاره كاتبه. طيب الحين بنتفاهم. اهدى وتغدوا وبعدين تشوفوا لكم حل. اتغدين اتغدي وانا ابني اللي ربيته واحسبه انه رجال يشرب سيجاره. كيف غدا دسم ولا غدا؟ لا يا دسم صلي على النبي. كان غدا دسم احنا ممكن نتفاوض. طيب يا اخي صلي على النبي وهدى. خلينا اروح ابرر قلبي. برر قلبك بايش؟ بالطريقه هذه لا بتاخذ منه لا حق ولا باطل. يعني انت باسلوبك هذا بيقول لك ايوه انا اشرب سيجاره. ما كيف عمله؟ كيف عمله؟ قل لي كيف عمله؟ صلي على النبي وهدى يا اخي. عليه افضل الصلاه والتسليم. ها انت يعني سمعت قول الله عز وجل هو خاطب النبي الكريم. عاد في اعظم من رسول الله؟ عليه افضل الصلاه والتسليم. ويقول في الايات الكريمه وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. ما لك فعمل؟ ضربت صيحت كسرت حبست هرقت ما عمل لهم ما عمل لهم. اسالك بالله انا بقول لك ايش تعمل لهم. كيف؟ بكل هدوء اجلس وحاورهم. حاورهم؟ اسمعي وكمان ناقشهم. وناقشهم حلا حلا. ايوه بالابتسامه تكسبهم. الله انا ابتسامه هذه ولا قهاء؟ هذه شخاصه. ايوه انزل الى مستوى تفكيرهم. كيف؟ انزل الى مستوى تفكيرهم. أينهم؟ ارفع من معنوياتهم. بدروا ارفع من معنوياتهم. ننزل ولا نرفع؟ قولوا لنا سدوا. يلا ننزل نلقى نرفع. تمام كله سوا. هي رفعات تبدأ الرفعة من تحت. ايوه احترم آرائهم وقم بها. برنامج معاطف لك. كيف حالك؟ احترم آرائهم. شجعهم. قل دلعهم. لا لا كلمة لا تنسيها خالص. والضرب كمان. ساليك بالله. والصياح. والصياح لا. غير تعاملك معهم يا حمود تكسبهم. يعني كيف اقفي؟ اغير تعامل كيف اعمل؟ كيف اعمل؟ قول لي كيف اعمل. يعني هذا الخبر اللي نقول لك هو من الصبح. ما لي ما هو الخبر اللي تقول له من الصبح. قال لك حاورهم. قال لك احنا ما نقول لك هو هذا. غير اسلوب تعاملك معهم. طبق الكلام اللي قلته لك وشوف. اغير اسلوب تعاملي معهم؟ لا غيرت اسلوب تعاملي معهم. شربوا شيشه. قال على الضربات سيجاره. خليه يصيح له. يا اخي الله يحفظك. طبق الكلام اللي قلت لك ولو مره بحياتك. اسمعني ولو مره. تقول مره بس اسمعك انا اشوف. لكن انا داري انه ماشي يخرج النتيجه. انا متاكد اني ماشي نخرج. وانا متاكد لو طبق الكلام اللي قلت لك كله بحذافيره بتخرج لاحسن نتيجه. بس بالهداوه انا شقرب شقرب شاشوف. لكن والله والله لا مش الطريقه دي. لا ادعس ادعس يا اخي. وانا شارب لك حول ولا قوه الا بالله. خليك هدا من اوله. انت من انا هادي انا هادي هادي هادي. انا شهدا شمشي زي ما قلت لي. انت بس هذا اعمل لهم لطم واحد بس. يا اخي الله يحفظك. اسمع كلامي. الطم ولا لا؟ لطمه واحده بس ابرد. لا ابرد قلبي. لا اله الا الله. اقول لك لا. شبردك شبرد شبرد لعبت له. الله يحفظك. لا افتح له الباب ولا خلوه يمشي. طيب دكمه دكمه. لا دكمه لا زبطه. طيب ولا طيب بكل هدوء رجع رجعت. لا اله الا الله. يعني لازم الا شيء تضرب. هيد 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 هيد. ما في شيء خلاص. الضرب يمشي بعروقك يا اخي. اجلس يوم واحد لا تضربش. خي خرمه خرمه معنا اقدر. حول ولا قوه الا بالله. افتح له الباب رجاء. انا عايش تربيه خرمه. اهدى يلا. ها تفضل تفضل. قول قول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. على الله يحييك. ما تشتم مني. ها
ما تشوف مني والله. بس ابوك وش يكلمك بموضوع كذا شيء؟ والله ما فعلت حاجه يا عم. استكدر اضحك معه. استريح 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 يا حمود. يعني مالك يعني يا عثمان اذا ما تقول لي اذا فعلت حاجه ولا شيء؟ الموضوع ابوك شيء جلست تتكلم معك يعني موضوع ودي بينكم الاثنين. تكثر له هذا ولا كيف؟ هلا يلا تفضل اجلس مع ابوك. زبطه واحده بس. تعالي بي. اشتد بهدوء اشتد. انا شكل قاعد ماشي رجال خلاص يا ابني. ايوه اصعب من ودك ما بس يا اخي الله يحفظك. انسي انك ابوه. انا اراعيه بس يا اخي. صلى على النبي يقول لك بالهداوه. لا نزل دمك تشرب الشيك. تنسي بس انسي انك ابوه. تعال دكمه واحده رجع تحاور يا اخي. لا دكمه بس قبل الحلوه هروح. خلاص خلاص خلاص. شوف يا ابني. شوف يا عثمان. ايوه انا خلاص يا ابني اشتي اغير اسلوبي معاكم. كيف ما اسميك عثمان اليوم؟ اسميك شكمان. ليش يابا؟ شكمان شكمان. دخل اخي لك. حاول تغير الفاظك معه. انسي انك ابوه. تعامل معه كانك صاحب. اسمع يا ابني. ها من اليوم مطلع انا ما انا ابوك. ايش انا امك. ما تشتهي امك. يابا يابا يقولي بس امك. اخي الادب انت تقول له اعتبرني امك. خمس يقول لك اقول له امك يعني انا ابوه. انا ابوك. قل له اعتبرني صاحبك. اصحاب اصحاب. والهداوه. شوف يا اشيك تعتبرنا صديقك. ما صاحب شك بر احد اكبر مني. صاحب حمود. حمود 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 يعني الهداوه. انا اشيك قاعد تعتبرني انت صاحبي وانا صاحبي يعني احنا اصحاب. و حمود 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 انا اذا معك ضم الدخان. حمود حمود عبينا عرق عبينا عرق. ايش تعمل؟ نزيد حب. ايش لا اله الا الله. ايش في؟ اقول لك صاحبه مش تعرف. انا نشبه اصحابك كيف صافط وبش الحاره. ايش من اصحاب الصديقي يا اخي؟ ما ابو صديقي ذي ما هيش صداقه. هذا كانت تعربد عليه. من العادي صاحبه بس عربيد. خلينا ربه والله بالابتسامات تكسبهم بالهداوه بالابتسامه حبه حبه. دمي يفور. الله يحفظك يا اخي. خلاص تعال تعال تعال. شوف انا اشتي يعني انه يكون ايش اصحاب يعني قصدي ها يعني احنا اصحاب يعني انه يكون بيننا حوار يعني انه احنا نتناقش يعني انه يكون بيننا عيش وملح. تمام يعني واللي ما يرعش العيش والملح اللي تاكله تشربه اللي تكون تتدي له اللي تكون تدي له تاكله ببيتك. حمود ببيتك انت تعتبره ابنك. حمود اللي تكون تعتبره ابنك. حمود كيف تحاوره؟ حمود منين تحاوره؟ حمود هداوه بالهداوه. هداوه انا افضلك افتقعتونا. طب انا هدي يا اخي الله يحفظك. انا ايش اساله انا بس كه. شوف يا ابني انا ايش كتب الصدق يكون بيننا الصدق. وانا مش اضربك تمام. وانا مش اضربك. ايوه انت قول لي الصدق وانا والله مش اضربك. تمام مش اقول لك الصدق. تمام تمام. قالوا لك قالك تخمس. ما خمس يا ابا. ما بالسياره. ما بالسياره. ما بالسياره عاد اشتكذب يا ابا. ما خمس عبدينا هنا لا فوتو تخمس. سجل قالوا لك سجل. انا ايوه والله ما بين دخن يا ابو تكذب يا كذاب. تكذب يا كذاب حمود. تكذب يا كذاب. تكذب يا كذاب والله لا انا ولا حمود. قلنا لك بالهداوه يا اخي. مالك تنفعل كذا افتقعته هدا. يقول له تقول له تسجل يقول ما يسجلش كذاب يا اخي. سجل ولا لا؟ لا يا ابا والله ما بنسجل بالهداوه. انا شكلك تسجل ولا لا يا ابا؟ والله العظيم يا ابا اني ما بين دخن ولا بنسجل. يحلف يمين يحلف يمين الكذاب يا اخي. يقول لك اهدا كذا والله ما بيعترف لك بحاجه. رقمنا بالعصا اجي تسجل ولا لا يا ابني؟ يا ابا قلت لك والله ما بين اسجل ولا ادخن. ما تسجل. ايوه صدقت صدقت. انا مصدق لك. انا مصدق لك حمود. انا مصدق لك حمود. انا مصدق لك اذا ما ادخت. خليني بس اعمل حمود. انا مصدق لك يا اخي. الله يحفظك. اقول لك اهدى
انا مصدق له تكذب يعني اكيد ما يكذب. ها كلكم علي واصل وانت علي ايوه بين ادخن واسجل وهذا اشرب شيشه ومعلم كلن والله لا اهرب اخرج والله لا بيت والله ما تدخل بيتي والله لا والله ما تدخل بيتي يا وسيم مالك يا اخي ما تدخل بيتي صلي على النبي والله ما تدخل بيتي حول ولا قوه والله ما تدخل صوتكم لا برباع وانت والله ما تدخل انت احسن من هذا خلك هدا هدا يا اخي ما هي طريقه ولا اسلوب صلي على النبي يعني انا غلطان جيت وكلمتك ايش في بدي جد مد يا حمود ما قعد بدي جد باسم يا حمود بدي جد باسم ثم الفيلة ايوه جد باسم الفيلة والحمار هي حمار ما تقلش شو ثم الفيلة ما عدت زش تقهرني رجال ها انت السبب انت الذي ما خليتش تتعلم انا ما دحيش ترجع العظم فوقي ايوه انت اللي تعلمت ترفع السم اللي ارفع السم بعد على القهال انت السبب دعناني ما تولى عادي بخير الحين كيف سكسوت الشارع روح مسعف البنت مسعف البنت ايوه امشوا خلوا الناس غير مسعف البنت شايف لي حول ولا قوه الا بالله تركزي ما تشربيش اي حاجه وانتم اي حاجه ارفعوها ما تخلوش جنب الاطفال وكمان يا ام عثمان نصيحه مني لك لا تكونش تدعي على القهال دحين مالك صلي على النبي بنتك الحمد لله اليوم زي الفل ولا فيها شيء والحمد لله ربنا قدر ولطف مره ثانيه تكون تنتبهي لهم انا مش على هذه انا حس عند الثاني عثمان يعلم علي ما السما الان فينه شبع ولا قاوع موجود ولا مش موجود ان شاء الله ما يكون له خير زي ما ربي قدر ولطف ان شاء الله وراح يا عم حول ولا قوة الا بالله ايش في من الحق القهال حقك مالك صلي على النبي يا اخي هدى شكرا اخي شكرا حول ولا قوة إلا بالله يلا عمري صراحة طيب ملا يا أخي هدام مالك تبكي كعب يضحكوا عليك اشتحط أنا أشب أشوف بس بالعالي بلغت خينا المرة تترخرخ تبيع الذهب لا حول ولا قوة إلا بالله بلغت يا أخي بلغت خليك معي أنت الآن هنا معك قدوك والله من سنسير الخزنة طيب بلغت رحت بلغت القسم بلغنا القسم بلغنا القسم قالوا اتصلوا لي بلغتوا الاقسام بلغتوا المستشفيات الو ايوه غدا الغداء غدا مشتي الغداء ايش هذا؟ احسب والله القسم والله ترى الو ايوه مشك السارق مشك السارق خلاص مشكو خلاص المرة ما عشت تبيع شذا مشكو السارق الحمد لله يلا يلا هنا هنا ها وين فين نروح شباب بس فين ال ايام القسم اللي جنب ال يلا خلاص يلا هي 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 بسم الله طالما لقوا السارق بروح ابلغ على ابني عثمان خلينا بحصل ابني ارق السارق ارق السارق ارق السارق ارق السارق ارق الفندم ارق الفندم ارق الضابط ارق السارق السلام عليكم مالك هدا ارق الضابط الكدينه وقلب وانا احنا من ناس عيونك ولا ايش؟ الا انت ما شاء الله كرفت والحركات والحاجات ايش وقت يا اخي الله السارق ايش مالك؟ السارق السارق انا السارق ايش من سارق كم حداك يا سارق كم حداك يا سارق ايش من سارق بالضبط؟ ايش اسمي سارق؟ ايش سارق ابو خيوط؟ لا لا ايش ساده سارق حقنا اللي الصبح بلغنا عليه وقلت له امسكوا النوم ايوه لحظه خليك ايوه ايوه صح حركاتك حركاتك الكمبيوتر والحركه الله تعالى انت صاحب الذهب؟ لا ما انسى مرتي صاحبة الذهب بس ما رضاش تخرجه ها ايش في؟ ولا شيء ها؟ ولا في حاجه في مالك ايش في؟ الله يخليك نقدد النقدد اكيد صاحب الدقيق مخازن الدقيق اكيد صح لا لا ما عندناش دقيق احنا نشتري روتي من الخبز من روتي من الخبز روتي من الفرن معذور معذور اصلا ايوه معذور ايوه ايوه انت معذور محمد علي ايش في مالك شوف لنا الساره ده فندم صاحب الجنبية ملبس جنابي ولا ملبس جنابي بس مسدسات اذا اكيد اكيد انت صاحب السياره امشي رجل
امشي رجلي امشي رجلي. إذن أنت صاحب؟ أنا ما عنديش أصحاب، أنا حرب ما معي أصحاب أبداً، خلصوا أصحابي كلهم، أنت صاحبي، اشتقلت تحزي، أنا صاحب الورشة، صاحب الورشة اللي بين اللي حار. إيش ضاع منك بالضبط؟ الخزنة، الخزنة حقي استرقه. كلم من الصوب، أنت صاحب الخزنة. أيوة. سين سؤال؟ قيم جواب. أقال أنا يحيى علاولي. ايش في؟ انا ما ادري ايش في، والله ما ادري ايش في. فتحت لك عشان النصب. تفضل تفضل، مركوض من يومه. سين سؤال قيم جواب. الخزنة اقول لك يخطط ما شاء الله علو. الخزنة كبير ولا صغير؟ سين سؤال، الخزنة كبير ولا صغير؟ ما اقول له، قول له اي حاجه خارجه. وسط 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 وسط. ركز معي، سؤال مهم ويحتاج التركيز. يا الله محرم. سؤال مهم. كل واحد برقته يا شباب، كل واحد برقته. معلش خليك حاول تهدى اخي، مش مشكله. الخزنه فاضي ولا مليان؟ والله ما فاضي الا انت، والله ما فاضي الا انت، قتت مفرغ احنا. يعني لا هي فاضي لا هي فاضي يا فندم، شقين بالليل خزنة مليان. أصرف الأمور هذه البسيطة عندكم بسيطة، بس عندنا ليه معنى ومغزى كبير. لا لا إيش نعمل؟ أنا داعي إيش نعمل؟ نحن نقتبل الأمور. اسمك يا حق اسمك؟ اسمي حمود. حمود حمود. رقم الجلوس حق يدي لك رقم الجلوس. لا إحنا مش بالمدرسة حق، إحنا بقسم قدك تخبيط. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. حمود حمود ورجع. حمود ورجع. حمود يا فندم. أيوة 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 أيوة. يكتروني يكتروني. حمود مين؟ حمود الملحم. حمود الملحم. انتم بلغتم الصباح عندنا؟ صح. كم ابو حمود اشترقوا الصبح اليوم هذه؟ كم ابو حمود انا عند الله عندك اشترقوا الصبح؟ ايوه بلغنا الصبح، بلغنا الصبح واتصلتم لنا، تعالوا مسكنا السارق والمسروقات. كيف حمد الملحم؟ الضابط هم عادوا، احنا ضباط. لا تصيح فوق الضابط. لا تصيح يا ابني، لولا انه صلح لي اللي قدرت حق السياره الان ذكرتوك يا شيخ حمود. ذكرتك الان. شكرا ما حاسبش ما دام بينا مشي. ذكرته ذكرته. الف 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 مبروك المره حامل. الف مبروك ما ادري المره حامل ان شاء الله. الف مبروك يا اخي. الله يخليك. تفضل تفضل. شوف الله بعد البحث. انا بعد البحث بعد التحريات الثقافي والمتابعه. ايوه وتبادل اطلاق النار ودون إراقة أي قطرة دم. أكشي. قبضنا على السارق متلبس. ضحك. قبضنا على السارق. الله بتضحك. والله نضحك. لا. الله ضحك 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 ضحك. معي ميلت بعد التحريات وهذا معي ميلت. معي ميلتوب. قبضنا على السارق متلبس. لك الحمد يا رحمن. يا تحرك انا. قبضوا على السارق الحمد لله. تحرك من من لحظه انا نتحرك. سارق مسكوه مسكوه يدوا المسروقه حقنا. فندم لو سمحت. السارق الصوب الصوب سرقنا. تكلم يا عسكري. عسكري ابو عسكر الحمد لله الحمد لله ابو عسكر. يا عسكري اهو ما تشوف فندم. ايوه رجال 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 هذا الان ضابط تروح تجيب المسجون اللي مسكونه اليوم الصباح. حاضر يا فندم. تعال تعال. اي من هو فندم؟ ايش من مسجون؟ كم يا مساكين مسكونه اليوم الصباح؟ هو مسجون واحد، روح جيبه. اي منهم برضه؟ شهد يا الله. هات الكل اللي بالسجن جيبهم. ها؟ استحي كنت لما تسرق مش الان. هذا 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 قر قر. هذا السارق ولا المسروقات؟ هذا هو السارق الذي مسكنا مع المسروقات. هذا هو السارق. هذا عثمان ابني. عثمان من؟ ابني ابني عثمان. هو هذا السارق اللي مسكنا اليوم الصباح والمسروقات مضبوطة معه موجود المحضر وفي عثمان ابني هو اللي سرقنا. أيوة هو. تسرقنا يا لحظة. تسرق لحظة خلينا عرفها. لحظة حق لحظة. لحظة داعي. تبي بالبيت. يا راكش دايبنا. تبي قص. عمك هنا ببيته. خلاص هدي يا أخي. دايبنا إيش قلنا؟ شوف صابر من الصبح انت عسكري ملحم يا لكن هدي هدي يا اخي حاول ولا قوه ابنا اكت عملنا ابني تسرقنا هذه اخر تربيتي هذه اخر تربيتي ابني تسرقنا انا ربيته اكلته وشربته وصرفته نقصته على كيش على ست تسرقنا بس بس يا اخي حمود انت عمرك ما ربيت انت اخر حاجه فعلت التربيه انت ضربت واهنت وبخذلت وشتمت الا انك ربيت وحرمت وكل حاجه عملته
إلا التربية. هذه مش تربيتي، هذه تربية عيال السوق. صح، هذه مش تربيتك، هذه نتيجة تربيتك. الله المستعان، الله المستعان يا عثمان، آخر تطلع سارق. وما أنت سرقت، سرق أبوك. لا يا عم، أنا مش سارق، أنا مسروق. سرقت مني طفولتي، سرق مني حقي في الحياة، أنا أعيش مثل أي طفل. سرق مني حقي في التعليم، حقي في اللعب، في الضحك، حتى حقي في الحزن سرق مني. سرق مني الحنان، حنانك يا أبا. سرق مني العطف، عطفك علينا يا أبا. كل هذه الأشياء سرقت مني. بس واحدك اللي تقول كلام هذا، واحدك أنت الحين ترد لهم علي أنا، واحدك ولا شوف إخوانك. كلنا يا أبا والله حلو. والله دحين قلتوا بتردوا لهم علي انا. اخرتي انا اللي بطلع الغلطان. ها انا ابوكم، ابوكم اللي ربيتكم واللي اكلتكم وشربتكم. رجعوا لنا الغلطان. لا احد يغلطنا. قلتوا دحين تقتلوا علي كلكم. يلا البيت. رجال اسمحوا لي مره واحده، يا ما قسكت وخلهم يتكلموا ولو يوم ولا تسمع احد. اسكتوا، اسكت انت. اسالك بالله ما عندك الا الدم والله كنت صابر وصوتك عصاره يزلزل الحاره لا ما تجي غيره من قرن العاشر تدخل في وجهك دليل عن كرهك للعطف ناكر في ليلك وصبحك للعطف ناكر والصوت والعصية دي كتر العيشة ما فيش حنية تريح الخاطر والطفح يضرب يفقد حنان الأب إن شرق الطاهر والضمنا ضمة في صدرك الطاهر في صدرك الطاهر كفى كفى يكفي فاقتني شفل أخفي غلطاني يا لافي للردي مش قادر سمح العفو يا ولادي يا فلذاتك بادي قد عشت وفي وادي مش بينكم حاضر لكم صدري ودي لكم عمري تقبلوا عذري واستغفر الغافر شفتح لكم صدري ودي لكم عمري وتقبلوا عذري واستغفر الغافر النهي الآمر. كم أضحكوا عيال، أضحك معاكم عيالي. إن شاء الله على قتيبكم ما تكونش أمر نهي عيالي، ومحبة وحنان والعصب من اليوم كسره. ها بس كم أبوه من المخزن من ما بس العصا خالص يدي. أضحك أضحك أمون أين الريموت؟ الريموت الريموت المسلسل ما استعمل بالريموت المخزن. الله المسلسل أقول لك شيء زهق الأطفال علي عليك من سرقوه عمي ولا له دخل. يلا